بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. سبحان الله ما شاء الله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل أولئك
الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قولوا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك و
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ماشاءاللہ اللہ پاک برکت فرمائے اللہم زد فضل اللہم زد فضل اللہم زد فضل ماشاءاللہ احباب محبت کرو ذرا تھوڑا جہاں ارہو تکبیر اللہ اکبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
سبحان الله ما شاء الله لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ربك فحدث صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فزد ما شاء الله ما شاء الله قاری محمود صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی کیا بات میرے استاد قاری محمود صدیق دے بیٹے نے پہاڑی چوک جڑا ہے نا مدرسہ دارالعلوم اوتھے قاری محمد صدیق صدر مدرس شعبہ تجوید انہاں دے کول میں قرآن پاک صحیح کرن واسطے جاندا ہوندا سا میرے استاد سن میرے استاد دے بیٹے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ